انصح الجميع بعوائلهم ببزارينهم كبار صغار يجون يحضرون الفيلم هذا. دور العرض على مستوى المملكه كلها سولد اوت التذاكر. عشان هذا اصدقاء العمل. الحمد لله، يعني هذه مسؤوليه علينا ان احنا 12 جزء افكار 360 فكره، كل حلقه فكره مختلفه، نقدم فيلم ويكون بشكل سينمائي والجمهور متعود على المسلسل والكاركترات. فاحنا حاولنا او ركزنا انه يكون الفيلم مختلف عن المسلسل ويكون ما يشبه المسلسل. كل العالم ايدوا ان الحمد لله، يعني كان قصه كمحتوى كاخراج كسيناريو كزوايا كل شيء مختلف عن المسلسل جدا. فالى الان الحمد لله يا رب انباع تقريبا اكثر من فوق 100,000 تذكرة خلال 4 أيام فقط. هذا وإحنا هنا ما دشنا، هذا أول يوم تدشين. عشان هذا أصدقاء العمل. نتكلم على 120,000 تذكرة. الحمد لله الحمد لله. والله حاليا لسه مخلص مسلسل رمضان مع سمية الخشاب اسمه بميت راجل، داخل إن شاء الله فيلم، في عندي فيلمين مصريين ومسلسل مصري للسنة الجاية لرمضان إن شاء الله. أول شيء أنا أول مشاركة سينمائية لي وأول دور بطولة أخذها في السينما مع فريق شباب البومب، وجدا سعيدة وفخورة بنفسي في هذه التجربة. دور العرض على مستوى المملكة كلها سولد أوت التذاكر، وبإذن الله بعد يومين تقريبا بيتم عرض الفيلم في قطر والبحرين وعمان والكويت والإمارات. فلا أحكي لك عن الصدمة اللي بتكون للجمهور، لأننا واثقين بالشيء اللي سويناه وسعيدين جدا بالمحتوى اللي نقدمه للناس. حاليا قاعدة أحضر مسلسل مجمع 75، انتهيت من تصوير السيزن الأول وإن شاء الله بإذن الله مكملة على السيزن الثاني. شخصية جديدة، لون جديد، بيعجبكم كثير وإن شاء الله أنكم تحبوني. صراحة إحنا سولنا علينا وحاولنا وسعينا، إن شاء الله نكون على حسن ظنكم ونقدم عمل حلو. طبعا الأصداء حلوة صراحة، زي ما تشايفين يعني في 4 أيام يعني الحضور والتذاكر، وكل اللي حضر صراحة شرفنا، وإن شاء الله إن شاء الله نكون على حسن ظنكم، ودائما أبدا نقدم لكم عمل حلو إن شاء الله يليق فيكم. هذا أول تجربة لنا، نقول اللي ما تابع أو اللي ما حضر الحق حجز تذكرتك وتعال، وإن شاء الله الجيات أكثر أكثر والقادم أجمل بإذن الله. صراحة اليوم شفنا جمهور عظيم، جمهور محب صدق، لا كبار لا صغير، كل المجتمع، كل فئات المجتمع، نساء رجال أطفال، وأرقام فلكية. هذا دليل كله بعد توفيق الله نجاح شباب البوم. هذه مو بأول تجربة لي مع أستاذ فيصل عيسى والزملاء، هذه يمكن ثالث تجربة، لكن أول مرة أشتغل أنا سينما وكان لي الشرف أني أشتغل مع شباب العالم.